السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. النهار إن شاء الله نتكلم واحد الحلقة اللي مهمة ومهمة بزاف، هو كيف يمكن جعل لحم الأرانب حلو المذاق. يعني على حسب التجربة ديالي، يعني أنا كنبيع وفي نفس الوقت كنذبح وكنقدر أنني نستغل يعني اللحوم ديال الأرانب في المنزل ديالي. سمو لاحظت أن كاين الأرانب اللي كيخرجوا يعني البنة ديال اللحم ديالهم حلو بحال اللي تقول فيه السكر، ويعني الأولاد ديالي يعني أهل الدار يعني حبوا هذاك النوع من اللحم. من بعد وليت كنبدل يعني الماكله، يعني العلف ممكن انني مره ندير لهم الفصه، مره ندير لهم السكالي، مره الخبز جاف، مره الذره، مره الشعير. حتى بدا لاحظوا بان ملي كنذبحوا شي ارنب، كيقول لك هذا الارنب راه مغاير، ماشي بحال هذاك الارنب الاخر اللي ذبحناه. واخا بقيت كنشوف انايا الاولاد ديالي حبوا هذاك المذاق الحلو، وفعلا ان المذاق ديالو حلو يعني بحال تقول فيه السكر. واخا ملي بقيت كنلاحظ، يعني هذه كانت تجربه خاصه، لقيت بان الارانب اللي عطيتهم مثلا الذره المذاق ديالها راه كيكون حلو، ماشي بحال الا عطيتهم مثلا الشعير او الفصه. لقيت عاوتاني الارانب اللي كنعطيهم بزاف الاقامه، شحال من واحد كيسولني على الاقامه شنو هي. الاقامه هي ديك يعني البقايا ديال الشاي، يعني فيه مكونه من النعناع، كاين اللي كيدير الشيبه، كاين اللي كيرميها كاع، كاين اللي كيدير اتاي مسوس. المهم حنايا يعني عندي اهل الدار يعني ما عندناش هذا المشكل الحمد لله ديال المسوس، كنديروا اتاي حلو. سمو لاحظت ان الارانب اللي كنت كنعطيهم الاكل فيه الحلاوه، يعني مثلا الذره او هاد الاقامه، كيخرج اللحم ديالهم حلو المذاق. اما الارانب العاديين يعني ممكن ان كان انهم يكبروا بطريقه عاديه، ولكن هذاك المذاق ديال اللحم ما كيكونش بديك الجوده. يعني كنهضر ان هذيك الحقيقه راها جوده، لان كيولي مميز واحد اللحم فيه المذاق حلو، يعني كتحس براسك كتاكل شي حاجه اللي مزيانه. يعني انا عندي الاهل ديال الدار ديالي تقريبا كلشي كياكل هذا النوع ديال اللحم، ما كاينش شي واحد ما كياكلوش الحمد لله. الطرق متعدده، كاين اللي كيشوي، كاين اللي كيقليه في الزيت، كاين اللي كيدير بالبصله والزبيب. حنا في الدار ديالي كنديروه بالبصله والزبيب، كنكونوا متاكدين ان كيجي واحد المذاق حلو ورائع. يعني الناس اللي كيديروا التربيه ديال الارانب وخاصهم يعني ما لقاوش مثلا طرق ديال التسويق، شحال واحد يقول لي ما لقيتش الطرق ديال التسويق، راه هذوك اللحوم ديالهم راه مكافين انكم تشريو لا دواجن لا مواشي، ممكن انكم تستعنوا غير بهذه اللحوم هذه ديال هاد الكائن اللي عطاه لنا سيدي ربي. وما تنساوش ان راه في ما كيضرش، يعني واخا يكون الشحمه فيه، يعني نقولوا شي واحد ملحم ولا مشحم نقولوا غادي يضر، لا، الشحمه ديالو ممكن انكم تاكلوها وما تخافوا من حتى شي حاجه. الناس اللي عندهم الكوليسترول، الناس اللي كيعانيوا من مرض السكري، ولو ان اللحم ديالهم يعني حلو المذاق بهذه الطريقه اللي قلت لكم، ممكن انه ما اديهمش بتاتا. كاين الناس عاود اللي ما كياكلوش لحوم اخرى، يعني لحم الارانب راه هو الغني ب اوميغا 3، يعني اوميغا 3 في هذه الميزه اللي سبحان الله ما كايناش في لحوم اخرى. كاين الناس اللي اغنياء يعني وكيتعاملوا معايا كيقول لك انايا وجد لي شحال ما وجدت لي راني ندعي لك. وفعلا كندفع لشي ناس كيكونوا يعني ميسورين الحال، كيقول لك ما يهمش الثمن، المهم انك توجد لنا يعني اكبر كميه. انا كان الحمد لله كنبيع هنا وهنا وهنا، ولكن كاين الناس اللي كيقول لي ما تدفعش لشي حد اخر، خلينا هذوك اللحوم حنايا نستافدوا منها. وفعلا كان
ندير كانت من أثمنة عادية، إما بالكيلو إما بالحبة، المهم أغلبية كنبيع بالكيلو. المهم الحلقة ديالنا ديال هذا النهار، وهي أن كيفاش يطلع لك اللحم حلو ديال الأرانب، وهو أنك توكلهم شي حاجة حلوة. ملي كتوكلهم شي حاجة حلوة سبحان الله داك الشيء كيخرج في اللحم، كيولي واحد المذاق رائع. يعني ما نقولكمش، يعني جربوا، خصك تجربوا، تجربوا عاد غادي تردوا عليا في التعاليق. يعني شي حاجة اللي يعني مزيانة ورائعة. إذا الحلقة ديالنا هي هذه، حلقة سريعة ولكن راها مفيدة. يعني إلا بغيتو تطوروا اللحوم ديالكم ديال الأرانب كيفاش تعملوا، راحنا هضرنا عليها في الحلقة. الناس مازال ما شاركوش معنا، يشاركوا معنا قناة غادي بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بالدعم، ومتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.